دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة آخر يوم في تقديم تظلمات السنوية العامة 2023 اللي بدأت من يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 واستمرت لمدة 15 يوم. النهاردة هتنظم محافظة الجيزة احتفالية لتكريم أوائل السنوية العامة والدبلومات الفنية والسنوية الأزهرية من أبناء المحافظة المتفوقين على مستوى الجمهورية. التكريم يأتي تشجيعاً للطلاب على الاستمرار في التفوق وتقديراً لما حققوه من مراكز متقدمة. النهاردة النجم حكيم هيحيي حفل غنائي بمدينة العالمين الجديدة، ومن المقرر أن يقدم حكيم خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته اللي بيتفاعل معها الجمهور. وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن برومو الحفل واللي تضمن ليلة ما تتنسيش مع نجم الأغنية الشعبية العالمي حكيم دلوقتي في مهرجان العالمين يوم 17 أغسطس في مدينة العالمين الجديدة. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه البورصة المصرية للسلع هيتم بدء تداول السكر في البورصة، وده من خلال طرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة.